الحمد لله على السلامة، وصلنا إلى هايدي ألم، قرية هايدي. هذه المنطقة اللي احنا فيها حاليا، هذا هو الفندق اللي احنا داخله حاليا، فيه أكثر من 12 موقع، وهذه هي التمشية حقت هايدي رقم 12 خلف الفندق. إما تنزل على البحيرة وتوصل له، أو إن مع الشارع تمشي لحد ما توصل له. الشخص البالغ ب10 يورو، أما الأطفال ب5 يورو الدخول والجولة في قرية هذه، قرية هايدي. أنا أقول هذه فيها تمشية، فيها حيوانات، فيها ألعاب، فيها كل شيء في هذه القرية، يعني تستاهل من ساعتين إلى 3. في سياكل تأجير، في هايكينج، فيها كل شيء. خلاص بيتر، هلا. وين الطاقية حقتك؟ كيف أنت؟ راح يجيب الحليب. حد ينسى الشنطة؟ فيها هذه هي آخر معزة هايدي وبيتر. هذه الخريطة التوضيحية، احنا حاليا في بحيرة فالكيرت اللي فيها هايدي ألم. هذه الخريطة الكبيرة، هذه الخريطة المفصلة. ارتفاع القرية، شوفوا القرية وين، هنا في البحيرة. شوفوا البحيرة هذه، شوفوا ارتفاعها عن السهل 1700 متر. منطقة يعني تعتبر باردة حتى لو كانت. عفواً، أنا قلت ارتفاع البحيرة 1700، لا، هذه مكتوبة هنا 1875. هذا هو الفندق اللي وقفنا فيه الباركينج، نزلنا هنا مع البحيرة، أخذنا جولة كاملة، والآن أصور لكم من هذه المنطقة. باقي بنكمل على الأنشطة ونرجع المكان للفندق. في حفلة في المطعم هذا، خلنا نقط معهم الحين، أريكم إياهم. تمرير رقص لما فوق 80 سنة. يا اخوي انا طالع ما في والله قال لكم مناسب يا عالم، انا مسافر مع احمد الحاله ولا ايش صار؟ خلاص ما ادري مصور. في كل مكان يطلع لي. وهذه هي زبدة المكان، وهذه هي مزرعة وأرض هايدي. دخول للشخص البالغ ب10، للأطفال ب5. كلها مجسمات هايدي، كل مكان منتزه بسيط صغير. وهذاك جد هايدي. هذه التسعيرة، الكبار 10 والصغار 5. أما إذا كان جروب فالصغار تحت 15 سنة ب3 يورو، والكبار ب5 يورو. يسكر الساعة 5. ايش؟ يلا.
بين الزهور والتلال. بين الطبيعة والخيال حكاية بنت اسمها هايدي. هايدي الجميلة، هايدي اللطيف. طلعنا من المطعم، المطعم حاطين على لوحات انه ترى ما في فيزا عشان ما حد يتوهق. ما فريان طلع وراي. الصحن الطبق هذا ب 11 يورو ونص تقريبا او 12 يورو. سلامتكم. قضينا وقتا ممتعا في البحيرة، والله سبحنا سباحة وقفز وحركات، بس والله الظاهر ان تأخرنا على القوارب، فما ادري الشباب كلبهم جاعوا والحين راحوا يتعشون، ما ادري يتغدى غد عش، ولا ادري بعدها يمديهم على القوارب ولا ما يمديهم، ما اعتقد. وانتهينا من جولتنا في قرية فيلدن النمساوية في أقصى جنوب النمسا بالقرب من فيلاخ. بكرة إن شاء الله راح نرجع وندخل في سلوفينيا بحكم أن بحيرة بليد قريبة من فيلاخ تقريبا 40 دقيقة بالسيارة، فبكرة جولتنا كاملة راح تكون في بليد. لك انت شغل وين اول؟ السعوديه. ها السعوديه. وين السعوديه؟ جده. ما شاء الله، يعني انتم ما تروحون ولا اسلم لا توهق دائما، يا اما مارغريتا يا اما سي فود. فانا دخلت على الشباب متاخر، هذه فرقه من الشباب. الفرقه الثانيه وين موقعها؟ لا تنسى الكولا. الكولا الحلال لازم. ها ما في مشكله. شكرا، ما في مشكله، ابي اصير صديق. اذا وين اشتغلت فيه اول؟ سديلة المهدي جدة. سديلة النهدي؟ نهدي في جدة. وين في جدة؟ ويتش رود؟ طريق مكة. طريق مكة، سديلة النهدي طريق مكة. اللي عايشين هناك تذكرون هذا العامل؟ شو كان على طريق مكة والحين شو وين فيه؟ الله يهديني.